بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان. بسم الله. ويوم نبعث في كل أمة، في كل أمة يعني لا واحد يفوت، كلكم ترجعون كما خلقكم فرادى، ترجعون إليه فراد للحساب الحقيقي الذي لا وهم فيه ولا ظلم فيه ولا غفلة من لدن الرحمن، ولا يغفل ولا يحق له أن يحق، ولا ما لا تأخذ ولا سينة ولا نوم. يا ناس راه لا ينسى ربي، يا ربي حين ينتي تعمل شيء حط له في خانة الخير أو في خانة الشر، وأنت اختار يا أخوي. وأنت إذا كان كنت من اللي عندك من الذوق الرفيع، اختار ربك وحب ربك وطاعة ربك والأدب مع ربك، وتعطيه قدره حق قدر، القدر حق القدر، وهلم جرى. ويوم نبعث بكل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. أو هنا توالي الحاجة أن نركز على ياسر، ونزلنا عليك الكتاب. يا ناس راكم عندكم كتاب نزل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما تخليوش حياتكم قفل، ما تخليوش شيطانكم مهيمن عليكم، راكم عندكم كتاب، راكم عندكم الذي لا يضلكم، وعندكم الذي فيه ذكركم، وعندكم الذي يوضح لكم السبل القويمة ويحذركم من الوقوع في غضب الرحمن. نعاود، ونزلنا عليك يا رسول الله عليك الصلاة والسلام، ونزلنا عليك الكتاب، أي هذا القرآن اللي مش يسأل يقول ليس هناك قرآن، فهو أشأم الناس، وهو الذي يعادي نفسه من غير سبب. يا أخوي علاش تعادي بنفسك تورط فيها؟ وشو مش يجيب لك كلمة الكفر؟ وما عملية الإنكار شو مش يجيب لك؟ ماش نتيجة، مش ثمرة طيبة، فما كان الخسران وأنت تحت قبضة الشيطان والعياذ بالله. ويوم نبعث بكل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والله لم يفرط ربي في هذا القرآن شيئا يبد أن يذكر، ما فرطنا بالكتاب من شيء. تعرفوا قدش من مرة يفهم الناس يحبوا يعكلوا العلماء عبر التاريخ الإسلامي، يقولوا لهم ربي قداش يلزمني كذا كذا باش نعمل 10 خبزات نهديهم، ولا نعمل كما تقول انت 3 ولا 4 كوستيمات، انا باش يهديهم كيف كيف، باش يلزمني قماش وترزي وحق وكذا كذا. خير القران في هذا فيه تفصيل، تو ربي سبحانه وتعالى الاسماء الحسنى ما اعطاني الا البعض منها حتى يجي في التفصيل بتاع اشياء مهينه يفصل لك، لكن قال واسألوا هذيك اللي كنتم لا تعلمون، مو عندك ميدان معين انت جاهل فيه، برا المختصين فيه، برا الاساطين فيه، برا اليوم امراء فيه، ما عندهم قولتهم ويقولوا لك بالتفصيل كما يعمل لك واحد دبي، يقول لك الدار هذه اصلاحها مشي تتم على مراحل، تعطيني مده معينه وتعطيني فلوس اقساط، وبعد تلقى كما انت تحب بيت الحمام وغيره وغيره. هذا من الاختصاص، هذا في الاكسبرتيز، هذا منافس سبيساليتي. لكن القرآن هو اللي يعطيك المسألة باش توصل سبيساليتي، وتسعى لازمك باش تلقى الجواب، وتسعى باش تلقى الغلة، مش حكاية لا انت قاعد هنا وتتخيل زرعت مخلات وجيت عملت اللازم لها، ولا زرعت القمح ولا الشعير ولا الدراع، وبعد بك الخيال هذاك قمت يا برا نمشي نحصل، ولا مش لازال هيا برا هاو جيت اوض بالشكاية موجودين، يعني لا جاب تكون يحصل ولا تكون يضني ولا حتى شيء، والعياذ بالله وفي بالكم ما تلعبوش لعبة الشيطان فهي كلها خسران. أنا عاود، ونزلنا عليك، يعني هذه حالة تاريخية أقرر الله ولا جدال في كلام الله، ونزلنا عليك الكتاب. هذا الشيء حصل، فما من يدعي أن ليس هناك رسالات باش يقطع لكم السبيل، تاخذوا أوهام مرضية وتنطلي عليكم الحيلة وتوليوا وتقروا لي ليس هناك رسالات. إذا كان ما ماشي رسالات، أما ما ماشي رب ولا الرب يهموش، حاشا لله أن لا يكون، وحاشا لله أن لا يكون قائما قيوما على خلقه، على شأن خلقه، حاشا لله. قال فما بلاس ضالين ومضلين، يقول لك نعم أو سلموا بوجود الله، لكن ربي هو في زمان وأنت في زمان،
هو بمكان وأنت بمكان، وهذا لا يجوز بحق الله. الله لا يحيط بزمان ولا مكان، فهو خالقهما وهو الذي يهيمن عليهما. ولهذا قوله هذه كلها مردودة على أصحابها، وسيدفعون الثمن إن لم يتوبوا من قريب. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه ورحمة.